الإعلام الدولية لقمتها العشرين، ومن هناك زميلنا خلف الخلف. وش الجديد هالمرة يا خلف؟ اهلا وسهلا علي، واهلا وسهلا بكافة مشاهدي البرنامج، متواصلين في هذه التغطية الحية على الهواء مباشرة من المركز الإعلامي الدولي لقمة العشرين. يمكن الجديد اليوم واحنا جالسين نبحث في دهاليز هذه القمة، العديد من الوكالات العالمية تغطي القمة من هنا من المركز الدولي، المركز الإعلامي الدولي، العديد من الصحفيين الأجانب، العديد من الأشخاص الذين كان لهم خبرات طويلة جدا في تغطية قمم الجي 20. اليوم أنا لقيت تيم، طبعا تيم هو مهندس في وكالة اي بي، طبعا يغطي كل غطى كل القمم. نتحدث هنا عن الجي 20 منذ بدايتها منذ عام 2008. بداية أهلا وسهلا بك، أكيد أنه أنت غطيت كثير من القمم، عندك خبرة طويلة وعريضة، لكن هذه القمة مختلفة، أنت وأنت صحفي تغطي منذ زمن طويل، كيف شايف هالتغيير خاصة في ظل هذه القمة الاستثنائية في ظل كورونا؟ especially that there is corona as well. بداية كون القمة هذه المرة قمة افتراضية، نفتقد كثيرا للتواصل الإنساني مع الصحفيين والحضور، ولكن في نهاية المطاف كوكالة الأسوشيتد بريس نقوم دائما بالعمل على توصيل الرسالة الصحفية للعالم. حتى في ظل جائحة الكورونا أتينا وقمنا باللازم. كيف شايف التحضيرات هنا بشكل عام؟ Do you see the preparations so far in the summit? In Saudi, obviously. التحضيرات في قمة الجاهزية، كافة المعدات، كافة الخبرات البشرية ملحوظة وفي غاية الإتقان. وقال أنه أنا متفاجئ ربما من ضمن هذه الإكوبمنتس أو المعدات الكبيرة، لكن سؤال، تستذكر قمة 2008؟ ما هي البداية ما بين الأمس واليوم وأنت شخص يعني لك باع طويل في هذا المجال؟ أعتقد أن القمة الأولى التي عقدت كانت في واشنطن، ولكن حقيقة لا أتمكن من التذكر الكثير من التفاصيل، فكان ذلك منذ زمن بعيد، ولكن سأتذكر أن هذه أول قمة افتراضية أغطيها. أكيد ستتذكرها. Thank you so much. Thank you so much. إذن هي قمة سنستذكرها أكيد بكل تأكيد بهذه الظروف الاستثنائية، نتحدث هنا عن ظروف كورونا. تتواصل التغطيات هنا في المركز الإعلامي الدولي لقمة العشرين، وسنواصل تغطياتنا من خلال تسليط الضوء على العديد من القصص التي تصاحب مثل هذه القمة المختلفة. كل الشكر لك زميلنا خلف الخلف من الرياض، وأكيد راجعين لك.